أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال الأستاذ أحمد درويش من الراية جروب. أهلا أستاذ أحمد. يا حيكم يا متى. أهلا وسهلا. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC. يا حيهم أستاذ أحمد. بداية ممكن تخبرنا المزيد عنك وعن بداياتك في دولة الإمارات؟ حقيقة نحن من 32 سنة تقريباً أنا موجود في دولة الإمارات، الأرض الحنونة المبدعة. اشتغلنا في عدة مجالات وخاصة في مجال السياحة والسفر. هذا المجال كتير في دعم وتشجيع من قبل كل الجهات، إن كانت رحلات الداخلية تسويق لداخل والعروض المتوفرة في دولة الإمارات، خاصة دولة الإمارات دولة تعتمد على السياحة بشكل كبير وتنافس من أجل استقطاب عدد كبير من السياح حول العالم، وخاصة الأنشطة. إذا بدأنا في تشجيع السياحة، وليش نحن لجأنا العمل لها بهذا المجال؟ لأنه حقيقة هذا المجال في تشجيع من رأس الهرم، من أصحاب السمو أصحاب الشيوع، وبدأنا في هذا السوق، سوق جدا نشط محمس منافس قوي. الشيء الذي حقيقة يشهد لدولة الإمارات بهذا الموضوع. بدأت الأزمة في شهر 3، في شهر 7 بدأت العالم تعمل، في شهر 7، بينما في الهند أكثر من 6.5 سنة حتى بدأت العالم تتنفس. ممكن طائرات داخلية شغالة، لكن بدأت العالم تتنفس مع المحور العالمي، يعني مع السياحة الخارجية، مع الجزائر أيضا كانت مربوطة السياحة الدينية في السعودية، بقيت أكثر من 1.5 سنة حتى بدأت. أما نحن في شهر 3 في دولة الإمارات بدأت الأزمة، بشهر 7 بدأت السياحة على مالديف. صدق هذا الدعم اللي تلقته شركات السياحة، أول شيء بالإعفاء من الرسوم، بالتسهيلات، عندك ترخيص عملوا لك عليه تسهيلات في الدفع. خلال شهر 9 بدأ العمل بشكل جدي. نحن شهر 7 بدأنا العمل مع مالديف اللي الدولة اللي كانت فاتحة، بشهر 9 بدأ العمل، تسهيلات موجودة، المطارات بدأت تعمل. هذا الإبداع في حل المشكلة من السلطات الموجودة أحيت كثير من الشركات، كثير من الشركات اللي كادت أن تموت. يعني نحن نتكلم على الهند، ما استطعنا نقاوم 1.5 سنة وموظفين وهاي ما نستطيع، في عندك تكاليف كبيرة، حتى أنه الأزمة مثل ما قال كانت احتمال أن تمتد إلى 5 سنوات، لكن بفضل الله وفضل قيادتنا الحكيمة استطعنا نخرج بأقل الخسائر. أستاذ أحمد، ممكن تخبرنا على خدمات شركة راي جروب ووين تخصصت؟ شوف، نحن الراي جروب مثل ما خبرتك هي عندهم سياحة خارجية. كل شركة من شركاتنا متخصصة في مجال معين، بحيث هالشركة هذه لها سيستم واحد ونظام واحد، المجموعة هذه تعمل عليها. نحن عندنا سياحة خارجية اللي بتقوم تسويق عليها متخصصين نحن في أوروبا خاصة، والسنة هذه عندنا عروض على سويسرا وإيطاليا، وعندنا عروض على بولندا، السياحة الخارجية بشكل عام. لكن نحن بنسلط الضوء على البلدان اللي بتخدم قطاع اللي نشتغل عليه نحن في داخل دولة الإمارات، قطاع الخمس نجوم وقطاع الإماراتيين بشكل عام. أما بالنسبة للسياحة الداخلية، نحن عندنا السياحة الداخلية كنا حقيقة نشتغل على بعض البلدان، والحين عندنا مشروع تحت الإنشاء عش تجربة الإمارات قبل 200 سنة. هذا المشروع طرح في دولة الإمارات هنا، نحن الحين قائمين بإنشاؤه. هو عبارة عن إنشاء كم، وهذا الموضوع نحن حقيقة ما نبغى نسيره، لكن السياحة الموجودة إن كانت السفاري وإن كانت المخيمات رائع جدا، وهذا دافع للسياحة في داخل دولة الإمارات. لكن نحن أرد وضع شيء جديد، هو كيف تخرج من هذه الطبيعة. التجربة جربناها مع
يعني مجموعة مع تجربة مع شركة يابانية، أتينا بعض الأشخاص وديناهم على أحد المزارع الموجودة في وسط الصحراء الذهبية في دولة الإمارات. من خلال عيشنا هذه التجربة قبل 200 سنة، لا في تليفونات، لا في كهرباء، لا في حمامات، الأكل اللي كان سابقا، البرنامج اليومي اللي كان ينفذه الإماراتي قبل 200 سنة، شو البرنامج اليوم من الصباح، كيف العيشة كانت عيشة حقيقية، لكن احنا شغالين على الكم وحناخدكم انتو الجهات الأخرى التصوير فيه. لا يوجد شيء من التحديث أبدا، خروج هو التخلص من الطاقة السلبية وإعطاء طاقة إيجابية، ابتعاد عن كل شيء حديث الحين. نعم حديث، لكن يا أخي نبقى نرجع لهالطبيعة اللي كانت تغسل هذه الدهون. السهرات في الليل بنبدأ، إحنا نبدأ الموسم عندنا من شهر 10 إلى شهر 3، السهر تحت هالنجوم الصافي المتلألئة، العمل على الضوء، بعض المشاوي. تصور البرنامج اليومي اللي كان يعيشه الإماراتي قبل 200 سنة، نحن عيشناه لمدير تنفيذي من اليابان. الصبح كل يوم يطلع مع شاب موجود معنا، هي كان أسرة مكونة من 3 أفراد على الجمال، نمسم نعمل مصايد في الصحراء للطيور للأرانب لأي كان، ويجي آخر النهار هذا السائح، هذا السائح الإماراتي كان عايش، العايش على البحر والعايش في الصحراء، يجي السائح الياباني آخر يحصل له عصفور، يحصل له طير، أي طير، يأخذ الطير هذا ويجي في الليل يغسله مع الشاب اللي يساعده، شخص فقط موجود في الكم يساعده كيف يطبخه. ممنوع الغاز، ممنوع الكهرباء، ممنوع كل شيء على الطبيعة. كثير استأنسوا في الموضوع هذا وشجعونا على إقامة المشروع هذا، وإن شاء الله تعالى نحن قائمين الحين في ترتيبه، حيكون كم في دبي وحيكون كم في الشارجة، مكون من 4 غرف، ال4 غرف بعيدين عن بعضهم جدا جدا. هاي بالنسبة للسياحة الداخلية. أما السياحة الدينية، نحن عندنا قسم حج وعمرة في بعض، نشتغل أيضا على المستوى 5 نجوم، الفنادق القريبة من الحرم. ونحن بنتكلم الحين شو بإذن الله كيف عم نتميز وكيف عم تتيسر الأمور معنا. ونجي على السياحة العلاجية، هذه السياحة العلاجية أيضا قسم استحدثناه السنة الماضية، قمنا أيضا بزيارة، هي الطلب اللي كان موجود عندنا من كثير من الناس إنه السياحة العلاجية. طبعا السياحة العلاجية نوعين، موجود الحين نحن عقودنا مع بتايلاند، موجود عملنا عقود بتايلاند، موجود مع بعض المستشفيات، زرنا أيضا مستشفى بسلوفينيا، زرنا أيضا كتبنا عقود بتشيك وبسلوفينيا وبسلوفاكيا، وآخر عقد كتبناه مع كوريا بمعرض السفر العربي. طبعا السياحة العلاجية 4-5 أقسام، هي علاج بالنسبة للتخلص من السمنة والسكر والمسمى العلاج الفيزيائي، ونحن وزعنا إن كانت في تايلاند إلها طلبات ناس متخصصة، في تشيك إلها شيء، في كوريا إلها شيء، هذا العظم، هذا العيون، هذا والحمد لله هذا القسم أنشأناه وبدأت تلبية الطلبات الموجودة سابقا وشغالين عليها. هذا بالنسبة للسياحة العلاجية. أما بالنسبة لسياحة الفعاليات، طبعا أنت مثل ما تشوف دولة الإمارات لا يمر 10 أيام إلا فيها معرض، معارض معارض، تبدأ من معارض الفضاء إلى معارض الكهرباء إلى معارض العطور إلى ما شاء الله. لذلك في عندنا طلبات لتنفيذ هذه الفعاليات، إن كان من استقبالات في سيارات فارهة وترتيب الحجز الفنادق وترتيب الصالات وترتيب الأمور، هذه محتاجة خاصة نحن أهل مكة أدرب شعابها، يعني نحن في دولة الإمارات ونعرف كيف الأمور وين، ونحن بلدنا هذه وين أفضل وكيف وين بتكون الأمور أسهل، ومن من هالأشياء هذه. والحمد لله الحين بدأنا في عدة فعاليات، وهذه نحن الأحد عندنا أو الاثنين عندنا فعالية هي ترتيب لمعرض الكازاني وجامعين الشركات السياحية في داخل دولة الأورا، ونحن مرتبين هذا المعرض ونسأل الله التوفيق إن شاء الله تعالى. أستاذ أحمد، ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات ولحكومة دبي على دعمها وعلى الأمن والأمان اللي وفرته خلال السنوات السابقة؟ والله يا أخي إذا تقول لي رسالة بكون أنا مقصر. قول رسائل، منين حتبدأ؟
ومنين حبدأ لك؟ إذا بدأت لك من الجو أجواء مفتوحة، عندك لكل بلد بالعالم من الشرق والغرب تصل دولة الإمارات، تصل طيران الإمارات، تصل فلايت دبي. أي تسهيلات هذه أفضل من هذه؟ إن جيت للبحر. بالنهاية أستاذ أحمد، ممكن تخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الرايا جروب؟ هلا نحن ممكن تتواصلوا معنا من خلال فروعنا المنتشرة في دولة الإمارات، إن كانت في دبي في ند الحمر المكتب، وفي عنا في أيضا في دار الوصل في ند الحمر، عنا في أبو ظبي أيضا مواسم، في عنا مكاتب موجودة اللي ذكرناها، أيضا ممكن تتواصلوا معنا على عناويننا على السوشيال ميديا. أيضا أي شخص حابب أيضا يحجز في السعودية مباشرة على مكتبنا في السعودية الموجود في مكة الموجود في المدينة، أيضا نترك لكم العناوين وحياكم وميت أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، ونشكر جميع طاقم العمل في الرايا جروب والجميع القائمين على هذا العمل والإنجاز اللي تفتخر فيه دولة الإمارات وبتفتخر فيه سكان وشعب دولة الإمارات. أنتوا جزء من النجاح، وأنتوا بتسلطوا الأضواء على كل جميل في هذه الدنيا. أنتوا قسم الإعلام أو قسم السوشيال ميديا أو قسم نسميه شو مسمى، أنتم تسلطوا الضوء على كل جميل وتظهروا للناس، وشكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وإلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.